السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بتقدر ان انت تساعدك في التسويق، يعني ممكن تقول له مثلا برودكت ديسكريبشن وتقول له انا مثلا شغال في شوز عزكم الله، وتكتب بقى شوية معلومات تمام عن الحذاء. تمام، اللهجة هل هي بروفيشنال ولا كرييتيف؟ تمام، ديفولت تقول له جنريت. 5 ثواني بيبدأ يكتب لي وصف الفيديو اقدر احطه على الموقع بتاعي. مديك 3 حاجات اهمت. طبعا لو تقول له جنريت بيعمل لك حاجات تانية مختلفة. في لو انت عامل سلوجان للشركة بتاعتك شوز مثلا، ومثلا ايجيبشن يعني حذاء مصري مثلا، هو بقى يبدأ يكتب لك السلوجان بتاعك. تمام، ممكن تقول له مثلا عايز اختار اسم للمنتج بتاعي، بيزنس نيم، عايز تكتب ايميل، فتقول له مثلا عايز اكتب ايميل مثلا to make interview مثلا ديفولت، يبدأ بقى يعمل لك الجواب. كل ما تديله شوية معلومات متخصصة هيبدأ يعمل لك حاجة أفضل. طبعا لو أنت عايز تعمل مقالة في بلوج مثلا فيزيت ايجيبت، تمام خلاص هو يبدأ يعملها لك، يقدر يكتب لك مقالة، يقدر يعمل لك تحسين للمقالات بتاعتك، يعمل لك شوية بوستات تحطهم على السوشيال ميديا وهكذا، فيساعدك كتير جدا. وفي خاصية بس لسه جديدة اللي هي ايمج جنريتور، تبدأ تعمل وصف لجزمة ويبدأ ان هو يعمل لك صياغة ليها. ايجيبت مثلا اي منتج مثلا بوكس مثلا، تمام، وتبدأ تختار الستايل. هو مش بيدور على النت، هو بيعمل لك كرييت لي الصور دي، لكن هي دي لسه جديدة تجريبية، يعني هو حط لك كرامين وخلاص على كده. لكن طبعا المهم اتمنى يعجبكم، اسيب لكم الموقع ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو.